أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث. نتحدث في هذا التقرير عن لا شك عن الفيدرال الأمريكي الذي قام يوم أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصبح في النطاق ما بين 1 إلى 1.25%، وهو الرفع الثاني هذا العام، الرابع خلال عام ونصف. يتجه الفيدرال الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل واضح، وأعلن عن نيته عن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة ثانية هذا العام. طبعا الفيدرالي الأمريكي أكد على صحة سوق العمل، أكد على تعافي الاقتصاد الأمريكي وعلى ثقته بهذا التعافي وعلى ضرورة تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن. طبعا الدولار الأمريكي الذي كان إلى حد ما ضعيف ويعني متأثر بشكل واضح بالبيانات السلبية خلال الفترة الماضية، استعاد قوته ونشاطه بشكل قوي خلال تعاملات يوم أمس، وخصوصا بعد إعلانات الفيدرالي الأمريكي. كما كشفت النقاب جانيت يلن رئيسة الفيدرالي الأمريكي عن خطة لتخفيض عجز الفيدرالي الأمريكي، عجز في ميزانية الفيدرالي الأمريكي. طبعا كيف يكون ذلك؟ التخفيض في الميزانية يكون من خلال بيع الأوراق المالية التي كان قد اشتراها خلال فترة الكيو اي او فترة التيسير الكمي، وسوف يتم هذا البيع بواقع شهري ب6 مليارات لسندات الخزانة و4 مليارات لسندات الرهون العقارية. وكأنما قام به الفيدرال الأمريكي من طباعة للأموال وشراء لسندات الشركات وسندات الأسواق العقارية وسندات الخزينة، سوف يقوم مجددا ببيعها في الأسواق، وهذا يعتبر في وجهه الظاهر إجراء تيسيري تشديدي، وبالتالي سوف يسبب قوة في الدولار الأمريكي خصوصا مع رفع أسعار الفائدة. لكن في باطن هذه الأحداث بعض هذه السندات تعتبر مهمة وقوية جدا، مثل سندات الخزانة، وتعتبر هي سندات آمنة وملاذات آمنة للمستثمرين، سوف يتجهون إلى شراء هذه السندات مرة أخرى، وبالتالي انقاص إلى حد ما التوجه نحو الاستثمارات الأخرى أو التوجه نحو المشاريع الأخرى بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا يخفف من شدة السياسة التشددية أو النظرة التشددية لسياسة الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى. طبعا الدولار الأمريكي أمام اليورو تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل واضح. الآن نستهدف مستويات 1.11، نحن تقريبا عند مستويات 1.1164. الباوند عند مستويات 1.27، وأهدافنا عند 1.26. طبعا 120 نقطة قد خسرها الباوند أمام الدولار الأمريكي، 130 نقطة خسرها اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ يوم أمس حتى الآن، ولا نزال نتوقع هبوط لليورو ب60 نقطة، هبوط للباوند بحوالي 100 نقطة، والذهب الذي طبعا فقد حوالي 20 دولار في الأونصة، طبعا باستثمار $1000 رافع مالية 1%، نتحدث عن $2000 ربح أو خسارة حققها أي صفقة بيع على الذهب كانت يوم أمس. الألف كانت نتيجتها ربح أو خسارة $2000 في الأسواق المالية العالمية. بالتالي يجب الانتباه إلى أن حركة الذهب قوية وعنيفة في الوقت الراهن، وممكن جدا أن يواصل مزيد من الضغط بالاتجاه المنخفض بنتيجة قوة الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، واستهدافاتنا المزيد من التراجع نحو مستويات 1245 دولار للأونصة كأهداف أولى على أونصة الذهب.